كابتن محمد، اول شيء نبارك لكم الوصول، وصول بالسلامه، وصول فريق المباراه النهائيه. كيف تحضيركم ان شاء الله الفني والذهني قبل يومين من المباراه النهائيه؟ اول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، وشاكر لك اخوي سالم على الحضور وعلى اللغاب في نفس الوقت. والتجهيز مثل ما انت تعرف، يعني في اخر جوله كانت مع دور 19 كان مع نادي صحار، هي كانت البروف الاخيره لنهاية الكاس. يعني كان الحضور الحمد لله رب العالمين، الحضور البدني، الحضور الذهني، النفسي بالنسبه للاعبين كان جدا ممتاز. وبالتالي من بعد اليوم الثاني تمرنا فيه، اليوم الثالث اعطيناها مراحل اللي هي يوم الاحد، استأنفنا تدريباتنا يوم الاثنين، واليوم الثلاثاء متواجدين في مسقط، وبكره نكمل استعداد ان شاء الله خلال يوم الاربعاء، ويوم الخميس ان شاء الله ندش النهائي. اكيد عندكم معلومات كبيره عن الفريق المنافس، شاهدتوه في بعض المباريات خاصه ببطوله الكاس او حتى في التصفيات المؤهله لدوري عمان تل. كيف شايف فريقك في مواجهه نادي فنجة؟ والله نادي فنجة نادي جدير بالاحترام، نادي كبير، اسمه كبير، تاريخ. وبالتالي حتى مباراتهم قبل النهائي مع نادي مرباط قدموا مباراتين، يعني على الشوط الاول والشوط الثاني، مباراه ذهاب واياب اللي على مستوى تكتيك عالي وقدرات لاعبين سواء كان فرديه او جماعيه ممتازه. وبالتالي مثل هذا الفريق لازم يعني تشتغل عليه على جوانب كثيره صراحه. للأمان يعني مباريات الكاس مباريات هي حضور ذهني، هي تركيز، وبالتالي محتاجه منا جهد كبير ان شاء الله، ونتمنى ان شاء الله انها توصل للمامول ان شاء الله. الزبير، شو استفدت من الكابتن الزبير بعد ما كانت طبعا المباراه النصف النهائي كانت مع الزبير طبعا وصعد الفريق للمباراه النهائيه، انتم شو الكلام اللي قلتوه بينكم وبين بعض؟ الحين خبرونا. والله كابتن الزبير، شوف كابتن الزبير والكابتن بودان وشباب المجموعه كلهم صراحه، ومن الجانب الفني قدموا لك الكثير. وبالتالي حتى لو لاحظ اليوم تشكيله صور يحصلها هي فيها استقرار، يعني بنفس الفكر بنفس الاشياء اللي كانت موجوده مع الكابتن الزبير. وبالتالي هو عمل تكاملي، يعني تعرف في النهايه اليوم انت عندك وقت قصير ما تقدر تشتغل في جوانب فنيه كبيره، فهو الرجل جزاه الله خير يعني اشتغل عليه على مستوى، حضر الفريق في الادوار التمهيديه يعني تحضير جيد، والحمد لله رب العالمين وصلنا الجاهزيه طيبه يعني، والفضل الله سبحانه وتعالى والمجموعه كامله.